بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد. شفتي يا هبة؟ أول ما المسؤول يجاوبني منك كده، شفتي؟ قولي له في البيت في الحلة دار لها شغل، وقولي له في واحدة تانية دايرة تخفيض رسوم الجامعة، وقولي له هي شنو؟ قولي له وقولي له وقولي له. هو انت أصلا قال له قاعد لمتين؟ ما كلها دقايق بس، مسافة تلبسوه الطوق ده في رقبته ويقوم يمشي. خلاص امشي يا أمي. خلاص أنا قمت عشان تتأخرتي. ماشي وين؟ اصبع على جد سالم. بس اوعيك، عارفه لو لقيته نايم ما حصحيه. الله 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 يا جد سالم، ده شنو اللبس الليله؟ ويت ذاتك، ده شنو اللي عامله في نفسك ده؟ انا عارفه، يا ريت لو ما اختاروني ذاتي. لا اختاروك لانك حلوه. كان حلو بعمله فوقي كده، لكن الطوق ده عملته براي حلو. مس الطوق حلو وانت ذاتك حلوه. اها، الترتيبات العامه. تمام سعادتي. لجنه الضيافه والاستقبال. تمام سعادتي. وهبه يا استاذه. هبه حتصل. حتصل. خلينا معاك لابس كده يا جد سالم. اوه حتتأخري والناس دي راجينك. أنا ما حامشي إلا تقول لي. الليلة العيد
الذهبي لجدك سالم. العيد الذهبي يعني مرور 50 سنة على أول أجر عمه. لا لا جدك سالم ما كبير للدرجة دي، يعني أنا ما تخرجت قبل 50 سنة، لكن أول أجري قبضته قبل 50 سنة. كنا في الخلوة، جيت يوم الصباح لقيت ورق الشدر موسخ الخلوة كلها. طوالي مشيت جبت جريد بتاع نخل ونظفت الخلوة نظافة تمام. يا الشيخ ولقى الحالة نظيفة، قام اداني 7 تمرات زيادة على التمر اللي بدينا لي، يعني معنى ذلك اداني اجر اضافي. ومن اليوم ذاك عرفت معنى الشغل، فهمتي؟ يلا باي. كده يا حلوة، يلا شفتي من هنا والمدرسة طوال، وخلي بالك من نفسك، واوعك في الشارع تتلفتي كده ولا كده خلاص، واوعى تمشي توسخ الفستان ده ولا تغسل وشك بالمويه عشان تاخد المكياج اللي عملناه لك ده. طيب احنا ما نمش معاه المدرسة، برمرة واصلة ونحضر الاحتفال. يا بيت مش المدرسة. يلا مع السلامة. شديد عشان انا شنو يعني؟ انت مش الاستاذ قلت لك تجي تلبسي في المدرسه، وعشان حصتين الاوائل وما تلبسي في البيت عشان ما اتوسخ. لكن جيراننا ده استغفر الله العظيم، يعني هسه في داعي يلونوني كده وكل يوم ياخروني؟ يعني اي زول يلاقيني قول لي قول للمسؤول ما تنساني. هاي نسيت اوريكي الليله العيد الذهبي اللي قد سالم. نعم العيد الذهبي ده، دقيقه اشرح لك. يعني جدي قبل 50 سنة كم؟ قبل 50 سنة كان في الخلوة. 50 سنة جدك ده كبير خلاص. تعال هنا يا بنت. اتأخرت ليه؟ بس انا اللي رسلت اسمهان عشان تجيب معاها فستان احتياطي، وبعدين انا مش قلت البس الفستان ده هنا، وكمان جاني في نص الحصه الاولى، انا مش قلت الاحتفال بعد الحصه الثانيه، قلت ولا ما قلت؟ يلا امشي. خليها يا استاذه، خليها تجي اصله بعد ما تحصل الحصه، خليها ندربها كيف تجيف وكيف تبتسم. تعالي يا بنت جوا.
بيه ابوي ده مشاوير. انتي ما فكرتي؟ خلينا من القعدة، اسأسي قدسان اللي اندفعت وين؟ قلت نحن في المولد بنمشي ميدان المولد، وفي العيد الصغير بنمشي المراجع، وفي عيد الأضحى ما بنبرق بنحرس الخروف، ولكن عيد جدك ده ما سمعنا به. أنا المدينة دي كلها تلاميذي، أمشي لعباس الزين أشرب لي معاه حاجة باردة وأحكي له الموضوع الغريب ده.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سعادة الوزير. أهلا وسهلا. معك أخوك منتصر إبراهيم. أهلا وسهلا. مدير مدرسة الأولاد. أهلا وسهلا. أهلا بك. شكرا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنا سعيد جدا جدا إني أبدأ زياراتي الميدانية مع بيت العام الدراسي وأبدأ بمدرستكم. وأسعدني النشاط الغائم في المدرسة والانتظام الحاصل. ونحن إن شاء الله حنكون معاكم على مدار السنة عشان نشوف كل المشاكل الحاصلة سواء كان في المدرسين أو في الكتب أو حتى في الفصول. والنشاط لازم يستمر. وإن شاء الله نحن حنكون معاكم على مدار العام عشان العام الدراسي يكون عام سعيد وعام ناجح. وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب شنو دليل؟ لا هيبة لا ابوي. هسه ابوي ده يقولوا ما شو كمان دي لغايه هسه تاخرت مالها. يا أخي مفاجأة يا ابني. يا خليك معي. أي يا حاج في حاجة يا حاج؟ يا ابني أنا قاعد لحد دلوقتي يمكن قريب الساعتين. أنا كنت مدير إدارة من إدارات المؤسسة دي لما كان الاستقبال في الجانب الشرقي. احترمني شوية. كلامك واضح يا حاج. قلت لك لو عندك رقمه أضرب له. نمرتو أنا ما عندي نمرتو. لا عندي تلفون. تلفون ذاته أعمل بوش وبعد. خلاص خلاص خلاص. هاي حاجي
اجي ما في مشكله. خير يا بنت. الاخر كده شو يا بنت؟ تعالي هنا، ده انا مش بتكلم معاك. وبعدين وشك ده عامل كده ليه؟ ماشي وين هسه؟ ماشي لجد سالم. جدك مرق من الصباح ليه هسه معايا؟ قلت لي منو يا حاج؟ محمد سعيد الشامي. محمد يا اخي ده اسمه محمد ابو شنب. ايوه بس محمد ابو شنب يا حاج. انت من زمنه ايه دريو عظيم؟ 7 ولا 8 سنة من نزل المعاش. يا بنتي غير العيد الذهبي ده ما قال لك حاجه؟ يا امي ما قال لي حاجه. طيب ما قال لك ماشي وين؟ يا امي دي المره العاشره تساليني ما قال لي. الله يجيب العواقب سليم يا رب. مصطفى حسين؟ مصطفى حسين ده حاج مات له 5 سنين. المسؤول شنو؟ هو الناس بشنو وانت بشنو؟ كده نعرف عمك سالم دفعت وين؟ كده يجي معكم احمد لكم. لا لا ما بدعي والله ما بدعي. ربنا يرجع بالسلامة. يا اللهم امين يا رب. قلت منو؟ عندك مواعيد مع سيد الوزير؟ لا لا انت بس قول له سالم سيد مكاوي. بس معقول معقول اقول له داير حق المواصلات؟ حي يا ابوي انت وين يا ابوي؟ يا ابوي انت وين يا ابوي؟ كذا اصبر يا سعاد بيجي ان شاء الله. يا نوال ابوي ما قاعد يمرق، ابوي قعد كله في وطني. البلد اتغيرت، الشوارع اتغيرت، المواصلات اتغيرت. ابوي المناسبات خلاها يا اخواني، ابوي قعدوا كله في وطو مع هبه. حييت وين يا ابوي؟ وين يا ابوي؟ زي ما قلت لكم الراجل ده علمنا الشغل بجد. سالم عبد المجيد مكاوي لما كان يجي مره على المكاتب كنا بنرجف، لانه علمنا جد واستفدنا منه كثير. انا بتمنى انه نقدر نديكم جزء من الشيء اللي علمناه منه. استاذ سالم. نعم. نحن بنشكرك على زيارتك لنا ولابد من تكريمك. بارك الله. احنا عارفين انه مهما عملنا ما حنقدر نوفيك حاجه. بارك الله. شكرا لك. شكرا لك يا استاذ سالم. شكرا. Thank you.
انت يا بدوي ما دار تخلي الفوضى بتاعتك دي؟ كشف فيه اكثر من 100 موظف، رجعوا. انت عارف ورا 100 موظف ديل في كم شخص؟ عارف الواحد فيهم لما يصرف هني القروش دي بتتحول لشنو؟ صناديق أدوية، لحمة، خضار. انت تفتكر نفسك يعني ماسك أرزاق الناس؟ إذا ما قادر تشتغل أنا سالم ده بجي أصرفه. تفضل تفضل. طلعت الشهادة؟ تمام سعادتك، وفرع فرع شديد كمان. أنا عاوزك يا حازم تعرف روح الشغل مش الروتين. الروتين ده بيخليك عبارة عن ترس في مكنة، لكن روح العمل بتخليك حي. عارف يا حازم مصلحة الإحصاء دي مش أرقام وأعداد، رغم إنه الأرقام والأعداد ناس لا عوالم لا بيوت لا حياة. ما تتخيل الرجل اللي قبل شوية، ما تتخيل فرح كيف لما شاف اسم قدام اسم. انا عايزك يا حازم اي زول يجيب قدامك ما تشوفه رقم، شوفه انسان وهو الوحيد الواقف قدامك. تعرف يا عبد اللطيف الإهمال في شغلنا ده يعني شو؟ عارف عدم التركيز في مؤسسة زي البريد والبرق يعني شو؟ عندك مثلا تهنئة عيد منتظرها زوجة، زوجها مرقته الغربة. ما في شك بإهمالنا نحن ما اتصلنا هي بتلوم فيه واللوم علينا نحن. أو أم منتظرة خبر من ولدها أو خبر عن ولدها وما يصل. باختصار يا عبد اللطيف برقيات، معايدات، تحويلات، كلها بتموت هنا لكن انت ما شم ريحتها. قوم يا عبد اللطيف، قوم وعيد النظر في كل حساباتك. سمحت يا ابني. أي واحد؟ لا أصل الحقيقة أنا النهاردة كنت في
العيد الذهبي بتاعي. شنو؟ لا لا آسف، ده موضوع طويل شوية. يعني لو تلاحظ إنه أنا يعني بقول ممكن تتم لي ديل على قدر ما يوصلني. يا محمد يا عبد الله تعال قبل ما تشوف الشحنة الجديدة دي. نحن بعد ده نشوف لنا عربية. عربية؟ عربية ليش؟ والله دي فعلا حاجة تحير. سالم ده من زمن طويل ما مرق. يكون مشى وين؟ عمي سالم ده هناك لو جا. أبوي شنو يا ابوي؟ سعاد خليني براي. لكن يا ابوي سعاد انا ما بكرر الكلام اكثر من مره. الله يبارك فيكم يا رب. لكن بعد شنو؟ بعد ما قطع قلبنا. معلش يا زلمة.
يا المدينة، المدينة ركنتني، مدينتي، مدينتي، ألدتها شبابي وعمري كله، ربيت أجيال وأجيال وأجيال. أنا نكرة، نكرة، ولا حتى رمل، ولا حتى رمل. خير يا جد سالم. مساء الخير. اهلا 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 بك. مرحبا يا مرحبا. كنت عارفه ان الطق ده عامل لي زول مهم. كل سنه انت طيب. وانت طيب. أجمل مكان في الكون. تعال